الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا أحسن عليكم، ما الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ جزاكم الله خيرا. التكبير المطلق هو الذي لا يحد لا بزمان ولا بمكان، وأما التكبير المقيد فهو المحدود إما بزمان أو بمكان. فالتكبير المشروع الآن هو التكبير المطلق الذي يكون في المسجد وأدبار الصلوات وفي الطريق وفي مكان الوظيفة وعند دخول البيت والخروج منه وركوب السيارة والنزول منها والذهاب والإياب والأكل والشرب وقبل النوم وبعد الاستيقاظ منه، هل يحد بزمان؟ فإذا هذا هو التكبير المطلق، كقولك جمل مطلق أي ليس ثمة قيد يقيده في مكان لا يتعداه. وأما التكبير المقيد فهو المقيد بزمان، بمعنى أنه يشرع شرع تأكيد بعد أدبار الصلوات، وليس في التكبير المقيد نص يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع عليه الإجماع، وقع على مشروعيته الإجماع. ويبدأ بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك يكون مشغولا بالتلبية، وأما لغير المحرم فيبدأ من فجر يوم عرفة إن شاء الله. شيخنا أحسن الله عليكم، رجل وكل آخر بشراء الأضحية، فهل على الوكيل أن يمسك عن الشعر والظفر كصاحب الأضحية أم لا؟ جزاكم الله خيرا. خذها قاعدة في جوابك، الأحكام تتعلق بالمالك لا بالوكيل، الأحكام تتعلق بالمالك لا بالوكيل. تأمل هذا حتى نردد وراء المؤذن ثم أسألك بعد الأذن، تأمل الجواب. فهمت الجواب؟ الأحكام تتعلق بمن؟ يعني بمعنى أنه لو كانت الأضحية تملكها امرأة ولكنها جاهلة في طريقة الذبح فوكلت في ذبحها أخاها، فمن الذي يمسك عن أظفاره وشعره وبشره؟ المرأة. إذن الأحكام تتعلق بال مالك لا بالوكيل، والله أعلم. شيخنا أحسن عليكم، بعض الناس كلما اشتهى شيئا اشتراه، وقد يكون في هذا الشيء الذي اشتراه لا فائدة منه ولا يعود عليه بالنفع، فما حكم ذلك؟ هم من توجيه لهم. الله عز وجل جعل من مقاصد شريعته حفظ المال، فمقاصد الشريعة خمسة: حفظ النفوس والأديان والأعراض والعقول والأموال. ومن جملة ما يحفظ به المال حرمة صرفه في أمرين، لا يجوز صرف المال في أمرين: في الأمر الحرام وفي الأمر الذي ليس ثمة فيه فائدة. ولذلك حرم الشارع بيع الحشرات، لما؟ لأنه لا فائدة منها. واحد يبيع صراصير ويشتري صراصير، ولا يبيع خنافس وعقارب ولا حيات، وش الفائدة منها؟ طيب، الذي لا يحسن التصرف في المال هو من ينفق ماله في أمر محرم أو في أمر لا فائدة من ورائه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم إيش؟ إضاعة المال. وقال الله عز وجل قبل ذلك: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. من هو السفيه عند الفقهاء؟ هو من لا يحسن التصرف في المال. كيف أعرف أنه لا يحسن التصرف في المال؟ في أوجه الجواب: إذا رأينا أوجه إنفاقه. فهذا الرجل الذي إذا كثرت أمواله صار يشتري ما هب ودب من غير نظر إلى مصالح ولا إلى منافع ولا إلى مآلات، هذا عند الفقهاء يسمى بماذا؟ سفيه. والسفيه هل يسلم له المال ولا يحجر عليه؟ فهذا رجل سفيه، فليتق الله، فإن المال نعمة وعصب الحياة. وكم من إنسان على وجه البسيطة يتمنى شيئا يسيرا مما وجده هذا الرجل. والله قد زوحمت النملة في جحرها، قد زوحمت النملة في طعامها في جحرها، وقد زوحمت النفايات في الأطعمة التي تلقى. كم من إنسان يأكل من النفايات، وكم من إنسان أكل القطط، وكم من إنسان أكل الأمور المحرمة. بل إن من الناس مع شدة الجوع من يذبح إنسانا آخر ويأكله. فلذلك وأنت الله عز وجل أعطاك المال لا لتصرفه كيف ما شئت وكيف ما تهوى، فالمال في الشريعة له منزلته وله كرامته، ولذلك سماه الله في القرآن الخير، وإنه لحب الخير لشديد، إن ترك خيرا.
وكل خير في القرآن فهو المال، هو المال. فلماذا سماه الله خيرا؟ لأنه من أعظم ما يعين الإنسان على تحقيق ضروراته وحاجياته وكمالياته في هذه الحياة. ولذلك لا يجوز التخوض ولا التخبط في هذا المال، هو نعمة عظيمة، هو نعمة عظيمة. لا يجوز أن يضع الإنسان ماله إلا فيما يتأكد من منفعته أو ما كان محتاجا له. إن من السفه أن يشتري الإنسان سيارة جديدة ذات سعر عظيم ومعه سيارة جديدة لكن تتبعا للموديل فقط، أو يشتري جوالا جديدا ومعه جواله القديم، الخدمات موجودة فيه طلبا لتتبع هذا فقط، أو ينفق أموالا كثيرة في عمليات تجميل أو في عمليات موضاة وتصفيف شعر أو في شراء ثياب فارهة. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن بلا أسراف، بلا إسراف ولا تبذير. كلوا واشربوا وإيش، ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا. فإذا أنفق المال بعقلانية وانظر إلى مصالح ما تشتري. أما هذا الذي يجمع ما هب ودب متى ما كثر عنده المال، فهذا يجب على القضاة وعلى أهله أن يقيموا عليه وليا ينفق عليه هذا المال، لأنه سفيه والسفيه محجور عليه. يقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام للدنيا، المال قيام لشؤون الحياة. والذي ليس عنده مال يعرف هذه الحقيقة. اللي عنده مال الآن ويرفل في النعمة يمكن ما يعرف أنه قيام، ها؟ لكن الذي فقد المال واحتاج ولم يجد هو الذي يعرف نعمة المال حقيقة. وهذا شأن نعم الله، أنه لا يعرف فضلها إلا عند فقدها. يدعو الله، يدعو الله عز وجل بكمال العقل، ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولا يبقي معه شيئا من السيولة الكثيرة التي تجرئه على كثرة الإنفاق، ويحفظ ماله عند رجل أمين. يعني مثلا هذا إذا كان ولدا وله أب فيضع ماله مع مال أبي، يقول: احفظ يا أبي مالي، أنا إذا جاء المال في يدي أنفقته، مع دعاء الله عز وجل أن يكمل عقله ومراتب إدراكه في إنفاق الأموال. فبالدعاء بإذن الله يكمل عقله، وهذا سيذهب، سيذهب عنه مع كبر السن. غالبا الشباب هم الذين يقعون في مثل ذلك، لكن مع كبر السن ووجود الزوجة التي تطلب والأولاد الذين يأكلون ما يكون في جيبه، حينئذ تعرف أن المال كان نعمة. لكن إذا شاب ما عنده لا زوجة بالطالبة ولا أولاد، يبي بس يأكل يبي يشرب فينفقها، لكن إذا جاءت الزوجة والأولاد وكلن، ها اسمحوا لي بالتعبير، كلن فاقين ثمها، يبي يأكل ويبي يلبس، حينئذ والله سوف تحفظ المال، سوف تحفظ المال. فهي مع كبر السن تذهب بإذن الله، لكن مع الدعاء وأن يوكل على ماله رجلا أمينا. أنا أعرف بعض الأشخاص ويعني عندهم مثل هذا كثرة الإنفاق، وهي امرأة فكانت تحفظ مالها عند أختها، من حين ما ينزل راتبها في ذات على مباشرة يحول من البنك مباشرة إلى أختها فقط، ثم أختها تعطيها 300 إلى 400 تكفيها مصروف الشهر فقط. فحفظ الله عز وجل مالها بالاستعانة بالعاقل، والمجنون يستعين بالعقلاء. شيخنا أحسن عليكم، ذكرتم أن هناك شبهة أثيمة وهي الخلط أو الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات أو المتشابهات، فكيف الإنسان أن يعرف أو كيف للطالب علم أن يعلم أن هذه الشبهة من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثاني؟ وجزاكم الله خيرا. كيف تبرك بينه؟ بالدربة، إذا تدربت عليها وقرأت عرفتها. فالمثال أحيانا يكون مثالا عقديا، يعني يتكلم عنه علماء الاعتقاد، كشبهة في التوحيد، شبهة في الأسماء والصفات، شبهة في الملائكة، شبهة في القضاء والقدر، شبهة في الصحابة. هذه فقهيات ولا عقديات؟ عقديات. لكن بينما شبهة تمر عليك في المياه، في الآنية، في الثياب، في النكاح، في الطلاق، في الجنايات، في المعاملات، هذه فقهيات. بينما شبهة تمر عليك في آداب النوم، آداب الأكل، آداب اللباس، آداب المشي، هذه شبهة في السلوكيات. فمع الدربة وكثرة تطبيق الأمثلة سوف تكون عندك الملكة تزرع مباشرة، تزرع الملكة عندك إن شاء الله مباشرة. هذه الملكة أضرب لك مثالا بسيطا حتى تتضح كيف تبنى الملكة مع كثرة التطبيق. أنت شهدت إنسانا ميكانيكيا يصلح سيارة في عطل ما، أول مرة ستشاهده
هل ستكون عندك الملكة كاملة؟ الجواب لا، لكن إن شاهدته مرة أخرى في إصلاح نفس العطل ستكون عندك الملكة أقوى قليلا، ثم إن شاهدته ثالثة رابعة عاشرة حتى تشاهده 100 مرة يصلح نفس العطل، كيف ستكون ملكة عقلك في إصلاحه المرة 100؟ هل ستكون كالمرة الأولى؟ إذن هذا الذي أريد. أنت الآن فهمت القاعدة وعرفتها إجمالا وأخذت 5 أمثلة أو 7 أمثلة، إذن الملكة صارت الآن تبنى عندك، فكيف تريد أن يكون عقلك الفهم يعني ملكتك كاملة؟ لابد من كثرة التطبيق الذي تشتمل عليه هذه الرسالة. اقرؤوها وسوف تخرج منها بعد 100 فرع، بعد 100 فرع سوف تخرج منها بفهم كامل، بأن كل شبهة تصلح بنفس الطريقة، كل شبهة تصلح بنفس الطريقة. أقرأ نفس الطريقة في الإصلاح 100 مرة، أقرأ نفس الطريقة في الإصلاح 100 مرة، فأكيد أنك بعد ذلك سوف تعرف حينئذ الطريقة ببساطة، فبإذن الله مع الدربة وكثرة الأمثلة. شيخنا أحسن عليكم، سائل يسأل يقول هل لي أن أنوي بدراستي التفوق والوظيفة مع أنها دراسة شرعية؟ هذا جوابنا يا حبيبي، فقلنا إنه إن شاء الله لا يتصور من المسلم ألا يدرس إلا لينجح فقط، وإنما النجاح من جملة مقاصده، النجاح من جملة مقاصده، فلا يأتيك الشيطان من هذا الباب ويقول إنك إنما درست العلم الشرعي، وإنما حضرت الحلقات، وإنما قرأت الكتب، وإنما حفظت المتون لترائي وتتعالى على الناس. أبدا، هذا يكذب عليك الشيطان، فإياك أن تصدقه أبدا. هذه مطلوبة، كوني أنجح مطلوبة، أتفوق مطلوبة، أتوظف مطلوبة، لكن كلها أبدا هي في المقاصد التبعية، لأن المسلم يعرف ربه ويعبده، ولا يمكن أن يكون الحامل له على العمل والعبادة إنما هي مراءاة الناس أو التسميع، لا أبدا. لكن الشيطان يريد أن يخلط الأوراق، الشيطان يريد أن يخلط الأوراق، لأن الشيطان عنده طريقان لا يبالي بأيهما ظفر به منك، إما عبادة يجعلك تتركها ورعا، يا أخي كيف تصلي، كيف تصلي، ها كيف تصلي النافلة أمام الناس حتى لا يراك الناس ويتهمونك بالسوء وأنك مرائي، فيقول يا جماعة عدم صلي، فإما عبادة تتركها ورعا، ورعا كاذبا نفخ الشيطان به، لأنه يعلم أن قلبك محب للعبادة فيأتيك من هذا الجانب، من جانب الورع والخوف من الرياء حتى يحملك على تركه، وإما يأتيك الشيطان من باب الفتور التفتير والكسل، فالشيطان يشم قلب ابن آدم يشمه، فإن رأى فيه قوة ونشاطا جاءه من باب الورع، وإن رأى فيه فتورا وتقصيرا جاءه من باب التثبيط والتفتير، فإياك استمر على دراستك العلمية، واستمر على حضور الحلقات، واستمر على حفظ المتون، وإن شاء الله لن تجد في عاقبة أمرك إلا كل خير.